السلام عليكم. اهلا وسهلا. كي دايره الطبخة ديالنا؟ امور طيبه، كل شيء مزيان، صحيحه. ايوا اخيرا غنجيو نديرو شرح للمحل باش حتى واحد ما يبقى يتلف. دائما السؤال اللي كيتسول دائما هو البلاصه بالضبط، عاولي تشرحيها لينا دابا بشويه بشويه بالعقل. الناس اللي جايين كاع حتى من خارج كازا يعرفوا يوصلوا لعندك. هذا الباب الثاني في الباب الاول ديال مول الزيتون، اها، والباب الثاني اللي فيه مول الكرعين. وكاين الجزار عبد الحقارة معروف، اها، الجزار عبد الحقارة هو هذا. هذه دابا الدخله الثانيه ياك؟ هذه الثانيه من هنا، من حدا عبد اللطيف هي الثالثة. انت جيتي كاين عبد اللطيف فاروق. ايوا مزيان، الله ييسر الامور. صافي، وهنا راه تبدلتي، ما بقيتيش في نفس المحل. انت راه اون فاس مع هاد مول البسطيله، ورقه البسطيله. كداك دايرين بك. صافي صافي ان شاء الله، الله ييسر. المهم راه قديتي بعدا هنا حتى قديتي المحل، بدلتيه وليتي في الكوان. اها، ايوا الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. المهم درتي هنايا الاستاذه، الله يعطيك الصحه، دخل عليك بالصحه والسلامه. انت كنتي في الشاف الاخر هنا في الدخله ياك؟ دابا تحولتي هنا؟ واه صراحه مخير هنايا مقابل مع الباب. 97. الله يعطيك الصحه. اها، غتحليهم بجوج. اها واخا، واخا نشوفوا دابا شنو كاين. عطينا بعدا الجديد ياك. اها، الجديد في العطريه، وعاد ندوزوا الاواني ان شاء الله. انت راه سبيسياليتي عطريه ياك. الله يعطيك الصحه، يلا نبدا. اسمع عندنا هنا باش غادي نبداو هيمالايا. من الحليم، عطري ديال الحريره، ديال الكسكسو، ديال الكبسه، ديال الشوربه، تحميره فيمي، عطري الطندوري، عطري الرفيسه. حضرتي ليها؟ هذيك خطيره. بلاتي، الله اكبر. لان ما كانش طالع لي لي كومونتير، نكملوا فين وصلنا ياك. الشيف ديالنا الرفيسة هذه كانت خطيرة صراحة. الله غيشوفوها إن شاء الله، الله غيشوفوها إن شاء الله. طريقتك فريدة بعدا في الرفيسة، طريقة زوينة، الله يعطيك الصحة. وهذه العطرية الصحراوية هائلة، هي كدير في الضبوط، في الحسوة، في القديد، في الكرداس. نقصي غير الصوت باش ما يبقاش يطلق، نقصي غير الصوت. إلا كان أنت حيت ما طلعتش ليا لي ميساج، قولي لهم لينا الا كانوا شي اسئله، انا ما طالعينش ليا الميساج. عندنا الخضر المجففه، الخضر المجففه، الماغينات ديال الحوت، ديال الحوت، الماغينات ديال الدجاج. اشرحي لهم شنو الفرق ما بين العطريه والماغينات، دابا بزاف ما تيعرفوش الفرق. الماغينات هذه اللي كنت درت في الخطبات الاولين. اييه اللي كنتي خدمت بها، نشوفوهم. هذه الخضر. نشوفوا هاد لي ماغينات عن قرب، نشوفوهم قراب. هادو بعدا اللي كانوا اللي درتي فيهم في البات بريزي خطير، عندك هادي رائعة. هي اللي خدمتي بها، رائعة هادي، خدمتها في البسطيلة. مديدة بزاف. نشوفوا لي ماغيناد باش يبداو يفرقوا ما بين الماغيناد وما بين العطرية. عادي كتجيني أسئلة كثير على هاد القضية. دابا إمتى يخدموا بالماريناد، إمتى يخدموا بالعطرية مطحونة؟ لا، هادي الماغيناد كنديروها غير بزيت العود والموطاغد والزبدة. ثم كتبقى هكا حبيبات، كيدار في الدجاج، في الكوكتيل، في ستيك ديال البيبي، في القطبان، مع اللحم. لا اللحم لا، دجاج غير الدجاج، غير الدجاج كيدخل للفران. يعني ملي يديروا اللحوم غير الموطارد والزبده، لا مذوبه، لا صوص صوجا، لا موطارد، زيت العود، شويه ثومة، شويه الهريسه، ورقه موسى، كتجي هائله. بارك الله عليك، الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. المهم هاد الرفيسه تتسناو، راه كاينه واحد الطريقه خطيره خدمات بها الطبخه ديالنا. الفيديو ان شاء الله نحطوه. حتى هي عندك من السما، هكذاك بحال الثومه. انت خدمتي ديك النهار بالثومه من السما بزاف، كان كلشي كيسول عليها. لا شميتها، الله يعطيك الصحه. رائعة. لا 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 واعرة صراحة. أيوا الخضر كي كتجي غزالة.
بحال دابا شي نعم ولا شي خضره، خضره سبخريها ولا سلقيها وديري الشرموله ديالك بهذا التوم وحي عليها صوطيها ولا في البطاطا تتقدر تدخلوا الفران هذا مع الزيت العود وشويه السوداني والهادي كتجي فنه. ايوا تبقى في العطريه بحال غديري نتوما هي نسمه. تبارك الله عليك. هذه اللي كتبقى اسئله عليها كثيره بزاف. البيضه والحمراء ما تعرفوش الفرق وما انت غادي تشوفي دابا الفرق كيفاش. راه فيها اشكال وانواع ولكن ما كيتشابهوش في اللوغو. شمي هذه كل واحد و معطي رايك. كتشمي الحوت كتشمي الحوت نيشان الناس شروها بدلو وشروها ورجعوا قال لي لا علاقه نعطيك الصحه. اعطيهم الفرق في الاستخدامات ديال هذه وديال الاخرى. امتى يديروا هذه امتى يديروا هذه؟ هذه كنديروها في الحوت في شرمولات الحوت في كل في البصيله. هذه كنديروا بها لاصوص بلونش كنديروا بها لي بات مع الحوت لي بات لي بالحوت لي نيم البريوات شي حاجه الا بغاوها تبقى بيضاء ياك هي هذه. واخا ما يعطيك الصحه. الشوربه اييه الشوربه كتجي زوينه. هذه كينوا كينوا تاهي حاضره. هذه بودره ديال الكروفيت ديال الكروفيت شمها كريبات بحطها بحال لا درنا ماشي القشور. شنو الفرق قال لك؟ ماشي هذا ماشي القشور هذه اللحم ديال الكروفيت هو اللي مطحون كذاك. اما القشور ديال الكروفيت لا داك راه كيدير الكالكير واحد القشور. لا بكري كنا كنقراو كنت كنشد الكروفيت وكنشفو نديرو في الفرن حنا ولكن كتلقاي بحال الكوكياج رمله ملي كتغربلو كيجي بحال الكوكياج واعر الكلام كداك. يعني فرق ما بين بودره كروفيت و شحال من مره جات مني شافته قالت لي هذيك غادي نمشي نلوحو واعر كنا عرفتي راه ريحته كي دايره واعر زوين. يعطيك الصحه. هذه عطريه الكفته حتى هي فاش غيخدموها عطيهم استخدامات باش يستافدوا. دابا الناس بزاف تيقول لك هادشي فاش غنخدموه الكفته هذه مشويه غادي يزيدوا عليها الكامون البلدي والربيع كامل بل كامل بل كامون بلدي والربيع. واش غير الكفته مشويه ولا الكفته عاديه؟ لا الكفته العاديه. واخا الكفته العاديه مشويه راه كاينه. هذه خصك تذوقيها مليح. هذه عطريه الحامض مالحه وحلوه ذوقيها وتشوفيها كيفاش. كيفاش عطريه الحامض؟ دير ليا بشي حاجه باش ما نديرش يدي. رائع. دير شي معلقه. في جوج شكالات ولا ثلاثه. كيفاش الحامض فاش غادي يخدموا بها؟ هذه خدمه بالدجاج في الفران ملي بغيو شي حاجه محمضه الله يعطيك الصحه. زعما هادشي عجيب. هي البنة قول لي العطريه هي كلشي. خاطر ما يكونش كيعرف يدير شويه من هنا وشويه يطلع عليه ما كتزول زوين. ولكن العطريه خصها تكون جديده عاوتاني الانسان ياخذ قياس وما يبقاش. لا حتى انا خداها كثير يديرها في الكونجيلاتور باش ما تخسرش كتبقى مزيانه ما تخسرش. قلتي لي حتى الناس برا قلتي لي حتى الناس قلتي لي حتى الناس برا ملي كياخذوا من عندك كونجلي كيديروا كونجلي شوف هاد شنو مازال تستخدم من غير الدجاج. زوينه واعره 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 شوفي فنه بحال شي طاحت سيترونه مالح بقى عندي العطريه تاع الحامض باليازير هاي واعره هادي عطريه مالحه وحلوه باليازير تا هي تاع وعندي الحامض بالبزار. شمي هادي شوفي كي دايره الريحه ديالها. شمي هادي تاني وي الحامض هادي شي حاجه كتفكرك شي حاجه والله كنديروا بها الطنجيه ديال الدجاج بالحامض كداك. دابا المهم عطيهم بلاتي باش ما يتلفوش عطيهم استخدامات. عطريه الحامض مالحه وحلوه. هادي اللي لقتها دابا هادي واعره هادي هادي لاش فاش غيخدموا بها؟ الدجاج في الفران غنبقاو ناكلو غنبقاو ناكل فيها والله حتى بنينه. يعطيك الصحة. زيدي الدجاج في الفران شنو مازال؟ عطيهم الاستخدامات كاملة ديالها. هادي خدموها بالكيتشوب هكذا الكيتشوب اللي خدموها بالباربيكيو صافي ودخلوا الفران. اي الدجاج دغميرة لا؟ لا
لا لا لا ما تمشيش دجاج دغميره، هادشي كلشي شوا. شنو اللي غيديروا مع الدجاج دغميره؟ هادي ديال الدجاج دغميره هي عندي بوحديتها، هادي عندي عطريه واخا نوصلوا ليها. اها هادي اللي قلنا فين وصلنا، العطريه الحامضه حلوه. اها العطريه الحامضه بالبزار، شنو الفرق ما بين هادي بالبزار وهادي الحامضه؟ هادي حاره وشتيها كي دايره مذاق، مذاقها زوينه جامده. واخا فهمتي، وكاينه العطريه الاخرى الحامضه هي هادي كندير بها الطنجيه. هادي الطنجيه، الطنجيه ولا داك الدجاج كيديروا معروف عند فاسهم كان دجاج محمر. اه دجاج محمر، وكنديروا بها واحد البريوات بالدجاج والحامض والزعفران شعره، غرام ديال الزعفران شعره. اه كيكون بالحامض مصير كيكون فيها هذا هو كتجي غزال. والله الا مزيان تبارك الله ما شاء الله، هادشي تطور. هي الدجاج بالحامض، يعني الحامض بوحده. حتى هي شنو لها تصلح؟ حتى هي كنديروا بها الدجاج، نصبي بها الدجاج مرقه هذه، نصبي مرقه. كل وحده عندها امتياز ديالها سبحان الله العظيم. الحامض ولكن كل وحده فشكل، انا شفت هاد الموديلات ديال الحامض، ها وحده ها جوج ها ثلاثة، ها ثلاثة. دابا هي العطريه بليا زياد، دابا الانسان غيخدم بهادشي وهو غيختار شنو الحاجه اللي غادي تناسبو. المرزيه، المرزيه ديال الدجاج ولا ديال اللحم؟ ديال اللحم، ديال اللحم. كيديروها في الدجاج واللحم. ديال اللحم هي كتجي بحال ماغو، اخرى كيزيدو فيها الخرقوم، خدميها وزيدي فيها الخرقوم. الخرقوم ما هي بحال 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 اللي في الدجاج في هذه. واخا شنو عندك؟ هذه هائله، هذه عطرية الدجاج. شناهي الدجاج سبيسيال؟ هادي كنديرها في الفران، غدوقيها وغتشوفيها كيفاش. لا قلت لي اليوم غناكل، هادي راه هي دقه كيمشي ويرجع، هادي غناكلو. هادي راه صحاب برا اللي كيسمعوا يشوفني راه كلهم اغلبيه داوها. داوها لي مع ايتها تنشوفو توريني عليك اللي قالت لي دات عزيزه راه تهترف بها. هي هادي صافي، اكو صحه كتقول لي واحد العطريه عندها ديال الدجاج، واحد العطريه كنسلم على عزيزه بزاف. عزيزه الله يعطيها الصحه، دفي ضيافه عزيزه. واو ما يعرف تبارك الله، والله الا زوينه. تاكليها بالخبز هادي راه غد، هادي عرفتي شناهي؟ هادي ترش في الهدا وتبدي تاكلها. جاست سبيسيال. مزيان والله الا هادشي بنين، والله الا بنين بلا ما تزيدها اللحم. راه قالت لي بنتها هادي كدير فيها زيت العود والزبده مذوبه ولا مطرب والزعتره والهريسه حتى هي والثومه من السما حتى هي كنماغيني هذه لا كامله بالدجاج ولا بالدجاج كنديرها بزاف ماغينيها ورقدها الغد كندخلها الفران يعني الا بغيتها الغدا ندخلها بعدا كتعود الصباح الفران شمعه يعني طيب علمها لي ما تغطيهوش من الفوق نهائيا كل مره يقلبوا صافي ديري معاها الخضيره ديالك واللي بغيتي قالت لي قالت لي بنتها دارتها قالت لك بنتها قالت لها احسن دجاج قالت لها كليته هو هذا دجاج سبيسيال معقلوا عليها دجاج سبيسيال تبارك الله عليك. هذه بالصطلاح الاولى هي الدجاج المضغمر كنخدمها في الدجاج المضغمر كنخدمها في البسطيله نشم هذه نشم هذه لا باينه عاطيه شتي دابا وليت حافظه الروايح الريحه عاطيه الله وخبا فيها الخرقوم فيها سكنجبير فيها بزاف كتزيدي معاها هذه تصبي بالماء النص ديال الطياب عاد تزيديها المهم بسطيله حلوه والدغميره هذه العطريه تحط الفران اللي بغا يدير الحوت الفران مشرمل ديال الفران هذه العطريه قلت لك اللي مالحه حلوه بليازير اللي بليازير عندي زوينه هذا كنتاكي كنتاكي حتى هو عطيه الطاكوس هي الطاكوس هي كيت انت هذه المغينات ديال بايله بايله هي عطيه المشاوي الملقمه هذه المشاوي كنديروها في الطبال ولا بعض المرات ملي كنخدموا الدجاج هذيك الحشوه باش غادي نخدموا الدجاج الحشوه ما كنديروا فيها حتى حاجه كنزيدوا فيها الربيع والريكوطا ومعلقه ولا جوج معالق من هذه فيها البزار فيها كلشي دابا هادشي بحال انتم داك الانسان اللي تيكون باقي ما كيعرفش ديك القياسات ديال العطريه كتجمعوا ليه داك القياس داكشي كله عطيه صواب يقول لي دير هذه وديرو فيه علاج جو هنا ورحموني وباسوني وعنقوني اللي خدات معايا تصاور قالت لي الراجل راه فرح راه داكشي واه ما كتعرفش مسكينه طيب دابا داك حنا كنقول هذه شويه البزار شويه ديال هذا هي كتفوت حاجه كتخسر كلشي دقيها دقي وشوف لا لا فن فن عاطيه عاطيه الريحه زوينه الله يعطيك الصحه دابا صافي تقمت عطيه باقي خاصني غير اللحم دابا باش نقاد كلشي الله يعطيك الصحه زعما هادي الصلام مقليه الصلام مقليه فاش غنديروا هاد الصلام مقليه
نسمان في صاف كل شيء دقيها بلا تشوفها كي دايره باش ندير يدي كي يقول لها البصله المعسله كنقول لهم كليه فاش غيخدموها قرميشه بحال الخليه اللي كتاكل كيديروا مع البيض مع ماتشو البيض اي اها كيجي جات تخدمي فاش ما بغيتي عوض غيديروا بودره يديروها هي لا بودره بوحدها هذه عندها مذاق والبودره عندها مذاق دابا غير الناس باش يعرفوا فاش غيستخدمها ما داو بصله مقليه من غير هذيك المسمن هادشي بغيت نقول لك عطيهم انت فاش كتخدمي الخليع والبيض ومطيشه كلشي هائله اه كذاك انا كنفطر بها مع الخليع مملحه حتى هما صافي حفظ الحرفه راحت الانسان دابا بزاف السيدات اللي ما عارفينش كتقول لك انا غندي هاد العطيه فاش غنخدمها انا كان هنا كنفهموا كلشي اه اللي جا لا انا كيديو لي خاصيت كيديو كلشي عندي هنايا كنفهم راه قلتي لي كديتي تعطيهم الوصفات ما عطاكش الصحه المكسيكيه هادي تاهي معروفه بزاف هاد العطريه المكسيكيه اه كدير في كل شيء متداوله الناس داروها في السر ديال مشرمل اه في الغزاله في الدجاج هادي كيخدموا بها بزاف هادي العطريه الكفته فيمي فيمي وما ادراك ما عرف اه هادشي راه يلاه ولا هاد الاعوام الاخيره ما كانش اه خصك غير العطريه تفهمي ليها يا سلام ريحة بدا هادشي الروعة والله وا هذيك البودغ فيما شوفي داك السوكسي اللي دارتو في الاول فاش كانت مزيانه الفيمي هذا هو الفيمي اللي كان قلتي لي اه ميت هذاك ودرت على وشمي دابا هذا شفنا هذاك النهار فاش كنا صورنا اه لا لا بوحده هادي فن في الدواخه لا دخلت انا انا طلعتها مزيان هذه لا بات سوجا باش خدمت اييه خدمتي بالبات سوجا دوقيها وشوفيها كي داير هذه لا لا شفت هذاك النهار هذه كتعطي المذاق وما كتعطيش اللون اييه ما كتخسرش داك اللي كتقاد بنينه بنينه بزاف تخلي يسوف وفي هذه تديرها فاش ما بغيتي حتى اللون كما قلتي ما تبدلش لك اللون ما تبدلش اللون ديالك باقي غادي فين غوصلنا البيتزا عطريه الببوش هي هذيك صلح لي انا هذه راه قليل اللي كيعرف العطريه ديال الببوش صح ما كذبتيش عندي بالقمه ديالها كنعطيها هكذا بالرمان بورقه الصوصات غنوريها شمي بعدا شوفي كي دايره ببوش ببوش كيش هلا ضربه شي زلافه ديال الببوش حيت ما عندهمش مساكن ملي كتعيط عليه بلي ما كخسيها فك عطريه عطريه الببوش هذا الشاورما تاع الدجاج هي باينه الشاورما ديال اللحم ديال اللحم هذا النوغات كيفاش النوغات الخلطه اللي يديروها في النوغات كيديروا في النوغات الدجاج ولكن يديروا مع الجلده ديال الدجاج ضروري يطحنوا الجلده تاع الدجاج تخلط معها كيفاش عاودي شرحي ماشي اها كنطحنوه اها وكنديروا مع الجلده ديالها ضروري باش يدوش الجلده يطحنوها معاه يطحنوها اه ويخلطوا مع هاد النوفي كتجي غزاله هذا بارميزون فرماج فيمي لا بارميزون اه شمي مجاد فرماج فرماج اه راه كاتبه الوصفه انا هادو مغينات هادو ما كاينينش دايره الوصفه غتدوقي وما غتشوفي يمكن ضحكتيني كتبان لي وصفه حيت ما كتكونيش انت وما كتكون كتبان لي الوصفه انت شنو كنت كاينه تاخذ تعرف انت كت انت كتعاونها في هذا هو اللي علمته ولا كيدير الثومه من السما والبصله انت اللي كتصاوب الثومه من السما مزيان جاولك صافي كتنسمو مزيان ياك ايوا مزيان والله يخليك لي الله يخليكم بعضياتكم العفو ماشي ديالو اللي كتحببو فيها هو كيدير سيمون مونطاج كيقرا سيمون مونطاج اها ايوا معليش والله يخليه لك راه عندك وليد واحد هادي هو مول الجمعيه ياك هو صافي انت ولد راجلك راه قالك هو ولدك الله يسهل الامور هذه حتى هي غزاله ملحل من السماء ماشي حنا درت لها الملحل من السماء هذه كترقدي بها الدجاج والفخاد والدقيه وتشوفها كي دايره هي فله تقامت شي حاجه ما كايناش فله دقيها بعدا تشوفها طابينقه باش تاخذيها باش انت تعرفي كيفاش توصلي ليهم واخا ملحال ما ملحاش لا عندها واحد لوغو في الاخر كيبقى اغيار
واعره 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 زعما ما هذه هذه كتعجبني انا هذه وكتعجبني جا سبيسيال انا هادو هما المفضلين عندي في لما بغيت نخدم الخدام واخا كتخدمي بهم ولكن بلاتي الملحه النسمه فاش كديريها زيدي شرحي ايه واخا من غير غرستيك كديري هاد الملحه هادي صافي غرستيك هي ورقدي صافي كتجي غزاله ما يعطيك الصحه واخا شنو مازال عندنا المهم الا تفكرتي الوصفات عطيهم باش يستافدوا حتى من الوصفات بلا ما يجيو بقاو هنايا تعاودي لهم عاوتاني قولي لهم الوصفه هي الحشوه الدجاج اي بحال سبيسيال هذيك ولا مختلفه على الحشوه العمار تعمري ولا شي حاجه هذه هي باش كدير العطريه بحال الاخرى غير كل وحده عندها مذاق المذاق ديالها هذا البرياني برياني اللي كيصاوب البرياني اللي كيصاوب البرياني ديال الروس هذا هو الناس كيطلبوه اها واخا هادي عطريه الكفته سيدي قاسم ديال سيدي قاسم لي هادي ندوق انا صيفطها لي واحد السيده مازال غنوريها لك ولكن انا الورد باقي ما طحنتوش القرنفل هادي لها الورد فيها الورد والقرنفل ورقه موسى والكوزه والربيع والنعناع والحبق هادشي كله كيكون فيه راه حيت انا صورتك علاش قلت لك راه لي ندوقها انا راه عارفه راه ندوقها واش هي هذيك ولا ماشي هي ما تكملي مازال غنشوف حيت هادي كنت فاش كنت صورت في سيدي قاسم حلقات كانت كنت جبتها معايا كنت كنديرها الكفته زوينه صيفطها لي واحد السيد من تما ما عندي ما يتسال باقي عاد غنلقمها مازال زوينه رائعه رائعه كنت فاندي على الكرم اليابس والورد والقرم راه هذيك كفته ديال سيدي قاسم راه بوح بوحد هذيك عرفتي راه شي كفته تبقى لك في دماغك وحق الله خطيره عندهم واحد الكفته تما وهي هذه راه انا جبتها معايا وليت كنديرها في الكفته انا مشيت سيدي قاسم صورت حلقه وهي هذيك صورنا مع القزار ورانا قال لك شحال مرتي مشيتي هبط في المحطه تاكل الكفته ورجع الا بغيتي كفته مشويه ديال الصح سيدي قاسم لا هذا هو الفرماج فيه هذا اللي خدمتي به ديك المره ياك لا هذا كي هو غنسي هذه التوابل الاربعه هذا الدجاج الحمر هذا العطريه تاع اللحم التوابل الخمس الريحه ديالها شميها فاش غيخدموا هذه حتى هي اعطيهم لي سوب كنخدم بها لينير المهم كتبغي فاش كتنوعي هذه لي بات عطريه ديال لي بات المغينات ديال لي بات كدار في لاصوص طوماط مطيشه بحال هكا كتخدم روعه هذه روعه صوص بلونش لا لي بات صوص بلونش ولا غير الحمراء لا لا الحمراء صوص الحمراء الهريسه الملقمه حتى هي ملقمتوها هذا الكاري كاري ديال الهنود ورقه موسى لقطه سوجا بات سوجا هي هذه هي هذه ياك عاد عندنا واحد المغينات هذه شنو هي ها هي هذه لا هادو اللي هنايا الدجاج بالاعشاب هنايا ها هي مغينات الدجاج بالاعشاب راه قلنا قبيله الدجاج بالاعشاب هذه مصوبه انا هذه كذاك عندك هذه العطريه التركيه هذه انا مصوباها هذه كنخدمها في واحد كنت خدمته في واحد الكوخ ديال الدجاج بالاعشاب في الفليسه دابا اللي في القناه هذه مصوبه انا عطريه ديال الدجاج هذه كدير فيها غير المطار والزبده وزيت العود صافي مع هاد العصا مليها في الدجاج ودخلي الفران ها هي دجاج ولا الحوت ولا اللي بغيتي هادشي اللي يصلح في رمضان كاين الحوت هذا تفرشي اللاطا تفرشي ليها الكرافس والربيع والحباق واليازر داكشي كله طري صافي تدخليها كتجي كلها بالاعشاب مزيان وهنا العطريه التركيه تقبان جيت في الشاورما عطريه تركيه ما راه فهمت هي راه خدمتي بها شحال هذه هاي الاولى قال لك البات سوجا قال لك سهيل شنو اللي كيتطلب بزاف سهيل اللي كيبغيو الناس بزاف دابا هي الفستان البيضاء في العطريه الفستان البيضاء الثومه البصله الخضره و لا بات سوجا واللي كيدير في المهم بوحدهم جا سبيسيال كذلك و بات السوجا الناس عرف بداو كي جاو بات السوجا الناس عرفوا في النهار الاول تقريبا مع شافوا الفيديو يمكن
البيضه دابا الناس غير يعرفوا هادشي كيفاش كيتخدم. دابا انت راه درتي القناه بداي ديري الطرق فهمتي فهمتي شنو بغيت نقول لك. هادشي كيبغي الانسان يعرف هو يخدمه. دابا هادي اللي قلتي الخضار المجفف مارينات الحوت غتخدميها عليهم غيعرفوها كيفاش حيت هو صراحه داكشي والله الا كيضيف بنا زعما كتحسي كاين فرق كتحسي بالفرق. غتجيب المعالق وغنخلطوها صافي. راه كرسي باش نقال صندوق. راه كرسي باش ندوق مزيان. هذه المارينات ديال اليزير كنديروا فيها الشاورما بالزيتون اسود دوائر والبوره وجلبانه في المقله. هادو ديال المقله كتقطيها. هذه كديري عاوتاني فيها الشاورما بالخضر ولا كديري الحوت في الفران وكديري عاوتاني فيها الشاورما بالفلافل والذره. ها كي غتشوفيها كيفاش دايره. هذه لكم الوصفات اشنو فيهم. جاريه فنه فنه فنه. شويه شويه لا تطلق مني مزيان. لا دوقي غتشوفي كي دايره. خاصنا الدجاج دابا باش نكملوا هذا الشيء كيفاش دايره. الله يلا بنينه بنينه يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. بالنسبه للكونسيرفاسيون تتبقى عادي برا ما لا ما كطرى لا والو. ما كيطرى لا والو ما تبقاش ليا هذه. استرى دغيا. هذه المغينات بالحوت. هذه المغينات بالمطارد. المطارد بالخضره. هذه المغينات بالمطارد والخضره. المطارد والخضره كتجيب الدجاج هائله. هي ذوقيها. سهيل سهيل كلينكس. انا كلينكس ندير من الشاشه شويه. خاصني نجيب خبز ديك الساعه دوك الصغار. واه ما كاين تما مع الصغار. رائع. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ودخلي الفران صافي. ما بغاتش العطريه في الماتا. مخلط كلشي. تبارك الله عليك والله الا غزاله والله. يعطيك الصحة تبارك الله. ولا ولا التخليطات انت كديريهم دابا انت. شوف انا قلت لك دائما تنقول لك ماكلتك بنينه وسطري عليها يعني انا عارفه شنو كندوق. كتبزري مزيان والقياسات كتعرفيهم. راه حيت دابا راه كما قلنا في الاول غاس الناس اللي الله بادين راه ما تيعرفوش القياس. راه الا مشات غير فوتها تسكن جبير مشى كلشي فوتي هذا. هي اللي كتبنن. ها هي ماشي هي اللي كتبنن. راه كيطلعوا لي دابا طلعوا لي الاسئله كيسولوا على العنوان. راه درناه في الجزء الاول تنساليو ونعاودوا نشرحوا الدخله باش يعرفوا. هذه المغينات بالمطارد والخضره كنديروها في الدجاج وكنديروها في الكوكلي وكنديروها في الجناوح الجناح وكنديرها في الفخاد. كنزيدوا على القزبر والثومه والزبده مذوبه. عرفتي واحد السيده قالت لك هاد السيده واثقه من راسها ولكن عندها علاش معلمه. قالت لك معلمه. لا لا تبارك الله عليك. لا لازم بكل امانه من الد الاطباق اللي دقت ديال الملكه. زعما ماشي زعما باش نجاملك. راه انا كنقول لها ما تنقول لهم يديها هي بنينه تبارك الله. الله يعطيك صحتك. هذه المغينات ديال الحوت واللحم. اها واخا في اللحم. اللحم ديال الفران. تماغيني بيه اللحم ودخلي الفران. دابا هادي صافي وحده ما كتعرفش يلاه باد يلاه تزوجات ما فيها هي اللي بقات في العطريات. هذا غتشدها تخلط اللحم وت كنديروه في القطبان ديال اللحم وكنديروه في القطبان ديال الحوت الفران وكنديروا به الشاورما. كنزيدوا عليها الفلافل والذره والشامبينيو في المقله. هاي عطيكم انت الوصفه. انتم اللي جاو ولقى سهيل يصور هاد صور لهم الوصفه هنايا. والله ما عندي ما يتسالك بعدا كلشي عندك واضح. دابا كيسولوا قال لك واش كتصيفطي برا. هما الترونسبور اللي عنده دابا محبوس. محبوس ولكن قبل كنتي كتصيفطي. انا كان كيجي واحد السيد كيجي لهنايا بالبيكوب ديالو في الطوموبيل كنجمع ليه داكشي كيجي يدي لهم كيدي للناس. المهم يتواصلوا معك راه كيعرفوا شي بولكار كيديو البولكير. المهم يتواصلوا معك في الهاتف. عطي رقم الهاتف باش يبقى هنايا تليفون امانه حتى هي. امانه كتعطل. ولا كاين اللي كيبغي امانه دي اش اللي باغي زربان راه دي اش ال راه دابا دي اش ال خدامه راه كيصيفطوا من برا. عطينا رقم الهاتف هنا باش يبقى في الفيديو. عندي 06 69 84 22 93. اللي بغى كوموند راه يدوزها لك واتساب برا ولا اللي بغى يجي هنايا راه صافي. هذا بالنسبه
وليت كنجمع الوجده والناظور بغاو العطريه. قلت لهم بلاتي راه مريم غادي ديروها باش تعرفوا العطريه. راه شي اللي كنقول لك انا شرحي باش الناس يفهموا ملي غايجيو يكوموندي واش غايكم وغادي يقول لي مالك وهذيك اللي بنتي علاش ما صيفطيهاش لينا فهمتيني ما بغيتش علاش مرات صافي ان شاء الله دابا غادي ندخلوا قلت لهم دخلوا شوفوا واخا نص النهار قلت لها غنسولها صافي انا قالوا لك واحد الماغينات كيدايرين واعرين والله الا واعرين قالت لك قالت لك واحد السيده قالت لك ما شاء الله كتبيع العطريه مع الوصفات شابو با الله عطاتك بونجور ديالك راه حيت قليلي تيبغي يعطي الوصفات عشان كنقول لك عطيهم باش فهمتي حتى هما يستافدوا راه حيت كيما قلت البنات راه ما تيعرفوش يلاه بادين دابا انا باش كنعرفو مع من بناتي ملي كيبداو في العطريه كتقول لي وشنو هي اللي غنكثروا شنو كنقول لهم هالبزار كثروا من كلشي الا البزار كنجبي ردو مع البال حيت كيمر حتى هما ما تيعرفوش بختاس كيديروا قياس هذاك كيسحبوا كلشي كيديروا منه كثير هذا هو المشكل راجلك راه كيعطيك الملاحظات دابا راه هو كيطيب ليا ياك صافي انتي ما ساليهش كيطيب بالماء بالمارينات ديالك لا كيدير الطويجين ديالو كدير الطويجين ديالك والله يعطيك الصحة هي كتبزر وراها العطرية هي كتبيع اش بغيتي تدير نكملوا الجولة عاد نجاوبوا على الأسئلة بلاتي واحد السؤال قالوا لك هذا واش يتحتفظوا في الثلاجه ولا ولا لا لا ماشي هذو العطريه اللي الكونجيلاتور هادو ملي غادي ياخذوهم غادي يخلوهم في الثلاجه حيت غيديروا الثلاجه برا اما انا هي بلا الثلاجه ما كتخسرش صافي وعندها لاضات قديمه قري لاضات فهمتي كلشي على لاضات المهم هما يديروا في الثلاجه ويبقاو قري عاد ديرها في الثلاجه وتخلاها صافي شي وحده الله يرضي عليكم تكتب النمره اللي قالت دابا شي وحده تكتب عافاكم 69 84 22 93 صافي يلا باش يبقى واتساب اللي بغى شي حاجه يتصل بك نكملوا وصلنا شوكولا غيش بالحليب شوكولا غيش ابيض بالحليب وشوكولا غيش ابيض شوكولا غيش كحله وغبره تاع اللوز باقي هادشي باقي ما اللوز باطوني تبع هادشي ليا هذا دبس الرمان حيت كان كيتقطع هذه تحلوت كنديروها حتى هذه سلو ضروري لا ضروري ما ديروها في حنا كنديروا اللحم الكبير معلقه راه كتجي غزاله في اللحم في اللحم هاي غادي ندير واحد الحصه فيها تمر واعر في اللحم وتدبس الرمان كاين اللي كيبغي يحلي سلو ما يصلحش سلو واعر كيعطي لك اللون لا اللي بغى يحلي سلو من غير سكر ما عمرني ما درت ما يصلحش واخا كنديروا في الدجاج كيجي هاد الدجاج دبس الرمان دبس الرمان هو زوين واخا هنايا صوص نيوكمان باربيكيو باربيكيو هادي صوص صويا المهم لي صوص كلشي راه كاينين لي زاغون ما تقديتش كرا مسلا هادي هادي غزاله هادي كدير في هادي نوريها لك كدير في العقده ديال اللوز في الحلوه ديال اللوز دايره فن هادي غادي نخلي اللايف مسجل تقول لي نخلي اللايف انا غنخليه ان شاء الله باذن الله كرا مسلا دوقي هاتي هادي جيجي دوقها وشوفها كي دايره هاتي كامل طلع هاديك شي زوين الله يعطيك الصحه نقيه باقي خصني دابا نجيبها خبيز كدير في الحيط لا دوقي شويه دوقي شويه واعره لا فنه هادي الكرعه البيضه كدير في العقده بيض العقده الكرعه البيضه هادي كدير في اسبانيا روعه روعه فنه فاش زيد عطيهم استخدامات ديالها ديال الحلوه وانا غادي نخدم بها كنخدم بها في السيليكون بجيلاتين في السكسطور في اللحم غادي ندخلها هكذا المهم راه يشوفوا القناه ديالك راه الوصفه هادشي هادشي اللي عندها انا غتلقاو عندها في القناه خادمه صافي يلا واش شجعوا ما كنهضرش نجي شجعوا ودخلوا تابوناو وديروا لها لايك وبارطاجيو صافي انا قلت لهم صافي اش لقينا سميتها شيوات ملكة شيوات بوبكري ملكة بوبكري ملكة صافي شويه لا لا ضروري كتكون تشجع على ما كتقدريش تخدمي ملي كتلقاي اللي كيشجعك راه كتبدي تحطي كتعطي لا ما شاء الله عليك ما شاء الله واه بعدا يشوفوا غير هاد الاستخدامات ديال هاد الشيء هذا الله ييسر لك الامور هذا اللي عجبني اللي خدمنا به ديك المره رائع نوازيت واللوز افيلي هذا اللوز افيلي نوازيت افيلي واللوز افيلي عرفتي راه جو واعر في المنظر جا خطير في المنظر انا عجبني تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه امين قالوا لك وسختي قفطانك مالكه قالوا لك وسختي القفطان قالوا لك وسختي القفطان معليش 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 هذيك سميتها ديالها شوفي البيستاش كي انا بعدا عجبني المنظر رائع مازال غادي يجي حتى القسطان والقرقع حتى هو ايفيلي انا خدمت
تبيع هذا في هذا. خدمنا به رجا في المنظر زوين. راه صورناه راه باقي ما حطيتش الحلقه. خدمت واحد العرس. اها. كان اسبوع خدمت به البوعويد درتو بداك العود ديالو. اه. دابا نوازيت كتهرمشو ما كيبانش المنظر ديالو هكا بان المنظر ديالو زوين. شتي كيفاش جا؟ جا فن. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. شنو باقي مازال؟ ندخلو نشوفو نخرجو نشوفو لي مول إن شاء الله. تا هما تتكون طلبات عليه. المهم هنا كاين هادشي بال ياك؟ مليكة؟ هنا هادشي لتحت راه شنو عندك هنايا البودر شونتيي سبيسيال لوز هذا الكوك والسكر كلاسي سبيسيال هذا سميتو كاكاو كاكاو كاراميل كلشي ميكسو ديال لي كيك اي ميكسو كاسوناد فيتين كاسوناد عندي جوج انواع عندي الكاسوناد هذه الكاسوناد هي شبه كي دايره وعندي واحد الكاسوناد شويه دايره الثمن حلا المحل في سوق جميعة اللي كيسولني فين كاين المحل سوق جميعة سوق احنا غنعاودو مازال الرقم شنو سهيل 97 احنا غنعاودو مازال عاوتاني نوريكم الدخله ان شاء الله هادو شنو هما هذيك الطحينه طحينه اللي بغا الطحينه الحمص الطحينه ديال هذيك والطحينه ديال الحمص وهذه حلاوه طحينه تاع هي شهرزاد كدير في الحلوه في الحلوه اللي كياكلها زعتر لبناني وزعتر حلبي ها هي كاسونه السوداء اه سوداء شوفي ها هي لقيناها اخلاها اخلاها باينه شوفيها لداخل كيف دايره المهم هي شعريه باكستانيه اللي كيقلب عليها هي كاينه شوفي كي دايره زوينه الكنافه كاينه ياك لا الكنافه عندي اها كنافه كاينه ورق العنب هذا ياك هذا ورق العنب هذا ما فيهش الماء جاف لا هذا جاف عرفتي علاش هذاك ديال الماء كيخسر دغيا وكيتحل هذا تجبدي تاخذي منه اللي بغيتي خدمي والاوردي وترجعي مجفف مجفف شي كيدير غزال هذاك الناس اللي عز عليهم ورق العنب فين جا سوق جماعه جا في درب السلطان حدا نعتي ليهم دابا سوق جماعه كاين اللي ما كيعرفش نعتو ليهم سوق جماعه اصلا حدا قصر الحفاري قصر ديال الحفاري قصر ديال الملك ياك طلعوا بعيد شويه عطيهم النعت من قصر الملك عطيهم القصر ما الناس حيت كلشي كيعرف الشارع مع البلديه مع البلديه معروف سوق لا هو راه اي تاكسي واخا من البلديه واخا بعدا واحد السيده سولات قالت لي سولي اختي واش مازال عندها واحد العطريه بيضاء فيما كانت خدمت بها واحد المره دجاج معك حيتاش كنديرها باش كدير هذه شرحي لهم علاش قلناها في الفيديو عاود شرحي علاش هذاك الفيمي يعني انا كنت كنجيب الحك حدا السوق البلدي كنا كنجيبوا الحك هو بيض بيض والحك ديالو شويه الثمن ديالو طالع غالي طالع طالع دابا ولاو كيديروا واحد اخر غير ب 2600 الكيلو انت كتعطي حك ب 600 ريال والاخر كيتباع والاخر بحال صفر وزيد كيزيدوا فيه ها هو ب 2600 الكيلو وكيزيدوا فيه الدقيق باش كيعطيو داك الحك ب 10 دراهم كتقول لك انت كتبيعي ليا ب 600 غالي وهذا غب هذا ولكن لا علاقه بحال بحال في الاخر رجعه قلت فعلا ما لقيناش بحال بحال كي جاو يشوف واحد المراه لقات فيه ماي زينه بعدا خسر ليها وجات كتشوف شوفي انا فاش كنت كندير الاخر والله الا كنت كندير الراس ديال الموس دابا من بعد ملي بديت كناخذو كندير نص معلقه وما وما تيح وما تيح ما كيعطيش له هذا نقطه نقطه هذا الفيمي الفيمي هذا مجهد ملح الهيمالايا الثمن هيا الثمن شحال 800 درهم الكيلو باين 40 درهم الكيلو واخا ورق العنب تا هو سولوا عليه الثمن العنب 60 درهم 60 درهم هذيك القرعه واخا هذه شنو هي هذا الزعتر خلطه حلبي فيه جنجلان تا هو كيخدموا به كيخدموا به الحساب الحصيرات اللي بغى الحصيرات كيسولوا عليهم الرز ديال السوشي رز السوشي والحصيرات والعود تاع العود ديال واش كياكلوا اها عندي ما يتسالك ورق النوري ها هو تا هو كاين مازال تقاد عليا راه كيسولوا بزاف على هذا الشيء ديال السوشي تا هو السوشي ولا مطلوب اي والله عندك السوشي والبرياني ولا مطلوب البرياني برياني واخا هذا ميكسو هذا راه معروف ديال الكيك عرفتو ديال الكيك وديال الشيرواز كتسمع الكيكه غزاله كتبقى عندك تطبق لي سيمانه ما كتكسرش
نجيو للجهه الاخرى. ثمن مخير؟ لا لا، رانا براسي كنت كنشري غالي لي مالايا ب 40 درهم، عندهم مخير. شحال بحال كاين دوخك توقف حدا وانت ما تعرف شويه راه كندوخوني. لا ماشي الرباط، هادي كازا، كازا 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 سوق جميعه درب السلطان. هنايا المولات ياك ديال سيليكون. المهم راه كلشي عندها حاضر هنايا. لا لا تبارك الله عليك، هادو هاد المولات ديال اللي كيبغي يدير الكيك ديزاين. كيك كلاسي مول عجيب صغيورين. هنا لي مول عاديين، هادشي المحفر. شوفوا العطريه شحال ما بغيتيها، 5 درهم 10 درهم، اللي بغى شي حاجه كتعطيها ليه، ماشي مشكل، كل واحد ياخذ قياسه. هادو هنايا، المهم راه هو الواتساب ديالها، انا كنحاول ندوز بشويه، اللي بغى شي حاجه يسكريني ويصيفط لها، اللي كان بعيد واللي كان هنا راه غيجي. شنو كاين مازال هنا؟ هادشي المولات ياك، هذا الجديد ياك الاوفال اللي كتخدمت بها. قلتي لي خدمتيها فواحد العرس. يلاه هذه مخرجه راه من حق القناه، صورتيها رائعه رائعه. انا حمقاتني والله، جات روعه. ولكن راه صورتيها، المهم يشوف الطريقه ديالها. بصتي هاد الحوت اوتكام الله يعطيك الصحه، جا المنظر فيها واعر. اها وهنا شنو عندنا مازال؟ هذا ديال ليكيش ديال لي طارت اوفال. هذا ما نلصقاش معاها فين بوحدها، المهم باش يلقاو فاش يحطهم لي بغي بريزونتي وياك. هذاك الشيء كندير انا الصور، هذه راه كتبع بلاصه يعني صوبتها بالصوالح باش ملي بغي بريزونتي ويغلفوها يبريزونتيو فيها. هادشي ديال لافيج باش حتى اللي ما عندوش يكري الصيني يدير فيها قاعده الومنيوم ويدير الخاص ويقدم فيها، حيت كيحصلوا ما كيلقاوش فاش يقدموا. المهم انا لي مول كاب كيك مولات، هنا ورق الزبده تاع اشكال وانواع ديال لي صابلي ديال مول الحديد. المهم الجديد راه كلشي كاين ياك. الجديد هو هادو، اجي وريهم هادو، عجبوني انايا هاد هادو هادو حلوين ديال لي طاخت فنيان زوينين. وتا الحديد ديالو قاصح؟ لا راه غليظ، شتو غليظ. عندي زوينه ماشي تبارك الله عليك. المهم هادو ديال هادوك ديال الفرانه كيف فين هما؟ هادو اللي ولا كيدير داك المدلك اللي كيدير داك الشكل زوين حتى هو. المهم ديال ديك الباليت اللي كيزوقه. باش كتلصقيها عليها وكتجي. بعد ما عندي ما يتسالك، هذيك النهار درتها بقيتها كندير بالموس شحال وانا باش تجيبها كتخرج لك مقاده. تبارك الله عليك. هنا المولات المهم راه كاع الانواع عندها، هذا ديال الشامبينيون ديال قليبات ديال القلب. هنا عندنا هنا الغبره بزاف كتلويهم. المهم راه كاع الاشكال المولات بثلاثه. هنا كانوا سولوني على هذه ديال بابيون، هي كاينه هنايا بزاف كانوا سولوني عليها، كنت درجه واحد البستيل هذا الحوت، هذه ديال بابيون هذه كانوا سولوني عليها حتى هي. كاين صغيره وكاين الكبيره فيها. المهم بدا كديري معاها السينيه دائما ياك؟ انا كندير الصواني. لا داخل الجماعه اللي كيسول داخل، لا داخل الجماعه كاين دبس التمر عندها، يلا هضرنا عليه قبيله، انا غنخلي الفيديو غتشوفوا. دبس التمر ودبس الرمان، كاين دبس التمر ودبس الرمان بجوج. سولوا عليه. داخل سوق الجماعه، واش كتصيفط لفرنسا؟ غير تواصلي معاها شوفي الترونسبور غادي تدير معاك. قالوا لك راك الطوب غادي الكنافه. شحال دايره؟ 400 درهم سكينه. الشعرية الباكستانية كيسولوا على هذه الباكستانية شحال؟ هذه 500 درهم. 25 درهم. 25 درهم. عارفه شكي. لي مول بيرفوري كنت غنهضر عليهم نسيتهم. بزاف دابا كيسولوا على لي مول بيرفوري، هذوك المنتقبين هادو بزاف كيسولوا عليهم. هاد المنتقبين عندك فيهم الاشكال غير اوفال كانت والكاري والقلب غنتقاداو ليا يمكن هذاك الشيء. هادو راه كيجيبوا التحميره في العجينه من الجنب. مخيره زوينين مطلوبين دابا.
ايه والله يسر. المهم تجيبي منهم هادو راه تيسولوا عليهم. ايه والله يسر. اسم القناه ديالها ملكه بوبكري، شهيوات بوبكري ملكه. ايوا بغيتي تضيفي شي حاجه، بغيتي شي اضافه؟ اها شكون السيده بغيتي ديري اضافه؟ التلميذه ديالك بغيتي تقولي شي كلمه؟ هاك مباشر بغيتي تقولي شي كلمه؟ تبارك الله على ملكه، وكنتمنى الناس كاملين اللي كيشوفونا تشجعوا ملكه الله يسهل عليها. شحال وانت كتقراي عندها؟ 14 عام. 14 عام؟ تبارك الله. كتخدمي انت للناس؟ لا غير كتقراي. كنعاون ملكه كتعاون ليه؟ اها. تعلمنا الحمد لله. ايوا الحمد لله. قالت لك وحده هذه هي المراه المغربيه لاله مولاتي، تحطيها على الجرح يبرق. يلا انت عطاتك دعوه زوينه. مرسي جميعه في الهبطه ديال الشلوحياك هي هذه؟ اه هي هذه. نقرا شويه الاسئله باش نساليو ان شاء الله، ولا بغيتي تضيفي شي كلمه ضيفيها. انا؟ اها. انا كنسلم على كل شيء وبغيناهم يدخلوا. ياك اه يدخلوا للقناه صافي قلنا لهم. الله يجيبهم بخير وعلى خير. امين امين. كنسلم على العائله وعلى الاحباء وعلى داخل المغرب وخارج المغرب. اي والله يكمل عليك بالخير. قالت لك وحده اختي مريم، قولي لهاد السيده ربي يبارك لك في رزقك، انت مثال المراه المغربيه الحره المكافحه اللي كتخدم في الدار في الزنقه وتربي وليداتها. ربي يحفظها ويحفظك حتى انت اختي مريم. نحتاج بحال هذا المحتوى، هذا انظري محتوى بناء كنستافدوا منه، بناء كنستافدوا منه. الله يحفظك. قالت لك القطعه ديال الشباكيه كاينه؟ كاينه. وحده كيقول لها زكيه. زكيه زوينه زكيه. اه كاينه الزراره وكاينه هذه. هذه كيقولها زراره، ولكن هذه اللي بغاو يخدموا بها. اه كاين الموديلات فيها، وكاينه هذه ديال الحديد ياك؟ كاينه ديال الحديد، كاينه ديال الميكا. هذه تجي زوينه، هذه ما كيخدموش بها اليد ديالها. علاش؟ ما كتبعش كتبقى تعواج. واه هي كتعطيكم دابا السر، شنو حيدوا لها اليد، شريوها وهرسوها. هاد عطيتي فيها الكبيره وفيها الصغيره. اه قالوا لك مول الكومير شحال؟ هادي مول الكومير. اه كدير 60 درهم. 60 درهم؟ 60 درهم حتى 55 درهم. واخا كبيره. ها كبيره فيها اربعه. قالت لك ديري، قالت لك ديري ثمن معقول. ان شاء الله. صافي ملي جاو عندك قال لك دير لهم ثمن. عجينه السكر ربي بشحال اختي جاوبيني؟ 60 درهم. 60 درهم. 60 درهم. البكيه. اها. كيهضروا على لبطات الشلوح، قالت لها بيضاوه هما اللي كيعرفوا لبطات الشلوح، هكا ولا مكه يا بيضاوه. لبطات الشلوح. اسم القناه راه هي شهيوات بوبكري. عندنا وفرحوا جيو معنا. ان شاء الله. شجعونا شويه. ان شاء الله، كلشي على الكلاص ديال القرعه. غادي نحط كلاصات ان شاء الله. والله يستر الاونو. قال لك بغاو يذوقوا. انا ما كنقدرش نبقى نهضر بزاف في القناه. السلام عليكم. نيشان. قالت لك العطريه السائله ديال بسطيله الحوت. السائله؟ راه هي هذوك اللي باغيين. اه وهما هذوك السائلين. اه اللي طخناهم قبيله. اها. هذوك راه فنين. لا قالت لك. واخا قالت لك واش كتصيفط لجميع المدن؟ اه كتصيفط لكاع المدن كاملين، غير تواصلي معها. قالت لك قول لها تهضر لنا على المدرسه ديالها. الجمعيه اللي صورنا ديك المره. اه. هضري عليها زعما شنو؟ اللي بغى يلتحق بك. مرحبا بيهم. دابا حبست انا في هاد الشهر ديال رمضان ان شاء الله، كتكون الخدمه هنا في المحل، والدريه تقراو داك الشيء ديال رمضان، دوزنا دابا شي شهرين، خرج لهم داك الشيء تلمو من اللاحات اللي حيت كيخدموا. اها واخا ان شاء الله مورا رمضان غادي نبداو ان شاء الله. احنا نعاودو واخا غنعاودو قبل ما نحبسو. اختي المول اوفال ديال الطورطات بشحال؟ المول اوفال ديال الطورطات هنا هو اللي درنا. اه اللي هضرنا عليه بشحال قالت لك؟ 40 درهم. اوفال؟ اه 40 درهم. 40 درهم. نوزن اينوكس راه ماشي. اها شتي. مغلفين. الصينيه ديالها بكلشي. واخا عاودي عاوتاني دابا قبل ما نساليو، نعاودو نشرحو لهم الدخله اللي ما شافش المقطع الاولاني، الدخله ديال الباب. انت دابا هذا هو الباب الرئيسي. خرجوا من برا. اه لا التليفون خرجوا برا، القضيه صعيبه. اجي شوفي بعدا هنا الدخله، شرحي لهم هنايا الثالثه ياك. هذه هي الزنقه ديال فاروق. اها اه هنا فين كاين فاروق؟ الزنقه ديال فاروق. اها ملي كيكون عند فاروق كيخرجوا على كاينه في القوم. انت يا راه لهاد الجي. اه راه باينه الناس. وين مول الورقه؟ كاين مول الورقه هنا وكاين مول الورقه.
الله صار انت راه ام عبد الصادق وعلى ساكن عزيز عزيز انت يا حدا بوب كريم عليك واخا صافي الى جاوا من جهه الزيتون الحوت ها صافي صافي قلت لهم ثاني يقدروا يدخلوا من كاين اربعه ثاني الى جاوا من هنايا ثالث ديال الجزارين يقول عاد اش غايقولوا لهم الدخله ديال الجزارين صافي هي هذه هذا عبد الحق مليكه راه عارفينك في القنص راه باين صراحه دابا وليتي في الكوان جيتي وليتي باينه كنتي داخله لداخل راه هي قالت لك وحده واش تحولت الحانوت كان في واحد الزنقه صغيره هذيك الزنقه الحانوت الاول راه هادشي علاش حنا صورنا لان هي ما بقاوش الناس كيصحابوها ما بقاش السوق جميعه هادشي علاش جينا صورنا مره اخرى باش يعرفوها راه كاينه صافي اي تحل الاخر سوا ما سمعت ولا انا باغي نجمع حالات واشتي الله يكمل عليه بالخير الله ييسر الامر الله يفتح عليك صافي قالوا لك غيجيو كازا غيجيو عندك يلا الرقم نعطيه مره اخرى اخيره قبل ما نختموا ان شاء الله الرقم ما مليكه مره اخرى لا الرقم ديال الهاتف هو هذا اللي مكتوب صافي بلاتي 06 69 84 93 صافي ها هو الرقم باين واضح اللي بغى شي حاجه تصيفط ليه اللي بغى يجي هنا راه يجي مباشره الحانوت راه الاخر كان ليه له هو اللي كان له دابا راه ولات باينه اكثر قبل معايا هو اها واخا اي والله يكمل عليك بالخير الله ييسر لك الامر الله يفتح عليك اي والله يعينك هادشي اللي كاين امين 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 قالت لي الناس وكتعاوني الله يسخر لكم الله يسخر حنا كنوصلوا شي لشي واحد كيكون يقلب على حاجه كتقول لهم ها هو هذا اللي كنتو كتقلبوا عليه هادشي اللي كاين الله يكتب مكاتب الخير الله يعطيكم الستر شحال من عام ما شفت سوق الجماعه سي 14 عام ايه وبلاتي ندورك في سوق الجماعه ما خاسرين والو انت يا سوق الجماعه اللي يحوجك زيد ولكن مسدود ما يبان ليها والو دابا ما خاسرين والو امير صالحي ها انت صافي شوفي سوق الجماعه راه غير مسدود ما كره خرجنا هو المحل اللي كان عندي اللي كان عندها الاول هو هذا انت ما خاسرين عليك والو سوق الجماعه باقي هو هو دابا راه مسدود الزنقه اللي كانت معروفه هذه الا كنتي 14 عام هاد الزنقه هي اللي كانت في الخضاره الخضاره هنايا بشكل ديال مرسيتون طلال ما بقاوش دابا انا شنو كاين مالي الزيتون لا مالي الزيتون الزنقه اللي مورانا هاد الزنقه دابا اللي اين انا كاينه فيها هي اللي كانت ديال الخضاره دابا الحوانت قلا اللي محلولين هنايا سادين وهذه اللي اللور هي ديال العطاره المهم راه كتكون الدنيا عامره دابا حنا كندورو حيت سادين اليوم الجمعه قلنا ني تيكون الدنيا خاويه نصوروا على خاطرنا ها سوق جماعة هذا هو الباب هذا اللي دخلت من هنا هذا هو الباب هو خرجي من هنا خرجي من هنا باش توريهم العقبة ديال الشلوح يلا نوري صافي بغيت نوريكم التليفون مالك التليفون قبل التليفون بقى انت من مورا يلا يعطيك رضا انا هو الاساس ديالنا الله يحفظه الله ييسر الامور هذه هي العقبه ديال الشلوح حق لك تقول لها العقبه من هنا كاين هذا الباب الباب الاول يدخلوا عليه منين جينا حنا في الطريق جيتي من هنا لا لا دابا ملي جينا زعما يعقلوا الطريق اللي جينا منها هي غادي ينزل من الباب ديال الشلوح هذا هو الباب ديال الشلوح الباب الاول باب الفلوس العقبه لا العقبه العقبه الشلوح اجي من ورايا سهيل الله يرضيك كاين الباب ديال الزيتون ولا درتي على اليمين كاين مالي الزيتون الباب الاول على مالي الزيتون صافي والباب الثاني هو اللي فيه الجزيره صافي صافي هذه هي العقبه ديال الشلوح علاش قالوا لها العقبه ديال الشلوح هكذا قالت لها الاخرى كازا هما اللي غيعرفوا لك بدي سلوح سبحان الله سلم عليهم خير الربع الله يستر شحال من عام وانت هنايا شحال من عام ست سنين ماشي خفيف الدبانه ما كتزاقش لينا كيعرف كل شيء تبارك الله لا حاضر لينا مزيان كاميرات فين كيفاش كاميرات كاينين كاميرات لداخل هو اللي ديالهم هكذا مزيان سلعتنا ومهلي فينا هذاك الشيء بان لي داك الشيء ما مسدودش مزيان زعما حاجه ما كتمشي لا
ايوا مزيان اي والله الله يعطيها حقته ما حالك انا كيدخل لهم الفار ولا المش ما كاينش هو الفيران انت ما خصوش يدخلوها اه هو شغل وما يدوش شغل ماما نطبق مع ماش الشباره ويزيدوا الفار يخلصوني عليه ويزيدوا المش الله يجازي ويعرف دابا اللي يخلص ما غادي يدير الله اكبر انت هو الاساس هي سيدي علي الله اكبر ما يدخل الله اكبر ولكن نسمعوا لهم الاذان عرفتي راه شحال كيعجبهم الاذان اه الدار مشى ولا باقي تما باقي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد اللهم رب الدعوة تام الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا رب يا الله صافي شكون اللي كانت قالت 14 عام شفت سوق جميعة يا الله أنت الدورة لسوق جميعة أنت وقت ما بغيتي أرجعي وحده قالت لك كمالي شرف الدين قالت لك مليكه انا غدا نكون عندك قالت لك واش قريبه لخصاري الزيتون فيها اه فيها راه واحد السيده قالت لهم راه الزنقه اللي فيها السراج ياك باتيسري هي راه ديالها صافي صافي ملي تلقاو هاد السيد سولوه عليها كيكون باللي ايوا صافي ايوا صافي ايوا الله يستر الامور لو بغيت تسولوا شي وحده من الدريات خواتات تما راه نوريكم الهضره بالسلطان ياك ايوا الله يستر الامور ايوا الله يستر الامور يا رب صافي ندخلوا يلا المهم راه الجمعه على مولي الزيتون باش يعرفوا او التليفون ما تخافيش ما تخافيش لا 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 ايوا ما تخافيش المهم انا غنهبطوا شويه على داكشي اللي قلت غنهبطوا شويه باش ما نصوروش نيت الناس مره باش جبنا في الفوق اه واحد كاين الناس ما كيبغوش يتصوروا قالك ما صايبه بلاتي واش ما نسدش الناس فهمتي اه هذا هو باب الزيتون اه السراج اه السراج لي ايوا صافي راه باين شوفي ها هو الباب غادي ندخلوا منه اه اه صافي ها هي لهادشي ندخلوا من هنايا اه ها كيلو نساء بغاتك دابا هذا الباب ديال شكون هذا ديال الباب ديال مولي مالي الزيتون صافي مقابل مع السراج يزيدو الزنقه ديال الزيتون ديال الزيتون لا ها هي الزنقه ديال الزيتون لا هذا الشرح راه حتى واحد ما يتلف فيه الزيتون لا من موراه الثانيه هذه ديال مولي الدجاج هذه الزيتون دجاج مولي الدجاج مولي الدجاج هادو كيكونوا عطارة اها صافي صافي الدرس حفظوه صافي اللي ما حفظاتش الدرس تقول ما حفظتش الدرس قالت لك ما عرفتش علاش الناس ما كينقيوش قدام حوانتهم كل واحد اش دار ليه الله سبحان الله الجمعه ديما نجي نخمل ونقول تسيقي اه النقاوه الانسان راه ولا يهديه الله يهدي ما خلقي شكرا بزاف نقول هاد 10 سنين ما جيت نهار نجي عندها ايوا مزيان ان شاء الله يلا حنا درنا لكم جوله في سوق جميعه الله ييسر الامور يلا قالوا لك حفظنا الدرس صافي قال لك صافي حفظنا الدرس حفظناه من صافي الطريق يلا صافي حتى واحد ما باقي يتلف عليك صافي ها هو خرجنا برا ودرنا لهم كاع الطرقان صافي هي مليكه ما تلفش لكم دابا هو الفيديو كاين غيبقى ان شاء الله هذه ما كنتش انا ما كتكون الخدمه راه كيكون ولدي راه ولا كيفهم في كل شيء صافي راه كاتبه ليه المقادير مرحبا بكم قال لك مرحبا بكم مسكين الله يخلي لك بغاني يتواصل معايا واخا يكون معايا عيطوا لي في التليفون كنوصل كتقولي لهم شنو كاين ايوا الله يعطيك الصحه تبارك الله اها
ينبهك ويوريك اللي ما كيبغيش الله يهديه. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل، كلشي من الخير، الله يستر الامور، الله يجيب لي فيها الخير. يلا صافي، تهلاي في راسك وتهلاي في القناه. لا في مره قلت لك تهلاي في القناه، وهذا الشيء كاع هاد المسائل هادي يعني توضحيها لهم تخدمي بها، هما راه غادي يعرفوها. بقيت توضحيها حتى في تكتبوها في المقادير باش الناس يعرفوها في الفيديو. هل باغي يلقاو عطريه مكسيكي غيعرفوا هاد الفيديو فيه وصفه بالعطريه المكسيكية، غيدخلوا غيعرفوا فاش غيخدموها. صافي يلا تبارك الله عليك، الى اللقاء، سلامه.